مجموعة مسائل تطبيق على حركة two objects. السؤال الأول بيقول two boxes of masses 10 كيلوغرام and 12 كيلوغرام are in contact and pushed by a force of magnitude 240 نيوتن. The coefficient of kinetic friction between the boxes and table is 0.3. Calculate the magnitude of force exerted by box 1 on box 2. عايز الفورس الكونتاكت هنا اللي box 1 بيزق بيها box 2. طبعا نفس الفورس اللي box 2 بيبوش بيها box 1. تحسب اي واحدة. طب احنا عندنا frictionless. لا في friction 0.3. يبقى في عندنا هنا friction وهنا friction وهنا في force. لو درسنا السيستم كله على بعضه نقدر نجيب الاكسلريشن قبل ما ادرس السيستم لوحده لاني محتاج الاكسلريشن. مبدئيا من سيجما الاف واي هيطلع لنا ان الان واحد يساوي ام واحد جي، الان اتنين يساوي ام اتنين جي. من سيجما الاف اكس هيطلع لنا 240 ماينس ميو ان واحد ماينس ميو ان اتنين يساوي ام واحد زائد ام اتنين في الاكسلريشن. درست السيستم ده على بعضه كده، يبقى F ماينس FR1 ناقص FR2. ال F 240 ال FR1 ميو في N1 اللي هي M1 G1 ماينس FR2 اللي هي ميو في N2 اللي هي M2 G بتساوي M1 زائد M2 في الـ A. لاحظ كل حاجة عندنا إلا الأكسلريشن، احسب دي واقسمها على 22 جبنا الاكسلريشن. دلوقتي ابص بس لام 2 او ام 1 زي ما انت عايز، لكن هو قال لي اللي بوكس 1 بيأثر على بوكس 2 فادرس ده اللي هي الكيو اللي جهة اليمين. فاقول سيجما الاف اكس يساوي ام اي، هيكون عندنا كيو ماينس ميو في ان 2 يساوي ام 2 في الاي. الكيو مجهولة، الميو 2 اهي 0.3 والان 2 اللي هي 12 في 10، يبقى كيو ماينس ميو اللي هي 0.3 في ان 2 اللي هي 12 في 10 يساوي ام 2 في الاكسلريشن. صارت معلومة ادينا الكيو 131 نيوتن. لو كنت درست ده كان طلع نفس الجواب، كنت قلت اف ماينس كيو ماينس ميو ان 1 يساوي ام 1 في الـ A. اداني نفس الجواب لو انت عايز تتاكد من حلك. السؤال التالي بيقول two boxes ام 1 20 كيلوغرام ام 2 30 كيلوغرام ار كونكتد باي ا روب ات ريست او اند ريست اون ا فريكشن ستيبل. ا فورس اف ماجنيتيود 240 از ابلايد اون ذا بوكس 2 as shown اللي هو ده. احنا عندنا M1 هو 20 M2 30 وفي F تميل بزاوية 40 درجة عن محور الإكس. أحللها، عارف الزاوية مع محور الإكس يبقى كوساين، مش عارف مع محور الواي يبقى ساين، كده كوساين كده ساين. طيب دلوقتي الأكسلريشن مش معلومة، هو طالبها، أقدر أدرس السيستم كله على بعض. الأول من سيجما الـ FY عندنا ولا مفيش فريكشن؟ مفيش فريكشن. طالما كده معناته مش لازم احسب ال n1 وال n2، على طول اقول ال f كوساين 40 مفيش فريكشن يساوي 20 زائد 30 في ال a. 240 كوساين 40 بتساوي m1 زائد m2 في ال a. ده رقم اقسمه على 50 يداني الاكسلريشن اللي هي 3.68 متر بير سكند سكوير. طالب التنشن ان ذا روب، ممكن تدرس الجزء اليسار او الجزء اليمين. اليسار اسهل، التي بتساوي 20 في الاي، 20 في الاي اللي هي تطلع 73.5. طبعا كنا ممكن درسنا هنا كنت قلت اف كوساين 40 ناقص تي يساوي ام 2 في الاي. طيب السؤال الثالث او البارت سي بيقول لي وات ذا نت فورس اكزيرتد اون ام 1. ام 1 ما عليهاش غير التي بس، هي دي. ممكن تقول ال F net بيساوي M A. طب ما هي نفس الشيء، فال F net هتطلع 73.5، مفيش أي فرق. إمتى يبقى في فرق؟ لو كان في فريكشن.
كنا قلنا الـ F net بتساوي M في الـ A نفس الشيء، ما كناش هنغير حاجة، وبغض النظر ما كناش هنفك دي، دي F net زي ما هي، حتى لو 100 قوة F net، يعني لو كان في أكثر من قوة كان بان التأثير، لكن نتيجة إن مفيش إلا T طلعت نفس القيمة. السؤال الثالث بيقول The masses M1 and M2 are joined by a string and are being pulled on a horizontal surface by a force of magnitude 30 نيوتن as shown. يعني في رسم اللي هو ده، دي 30 نيوتن. Coefficient of kinetic friction 0.17, acceleration 2 meter per second square، والM1 ب 6 كيلو جرام، ومش معلومة الM2. يعني ما أدرس أدرس الجزء ده الأول، لأن الM2 مش معلومة ولا الA، لا الA معلومة لكن الT مش معلومة، فممكن يطلب مني التنشن، أطلب مني التنشن أهو، ما أدرس بقى ده لأن هنا T مجهولة والM2 مجهولة، أدرس الجزء ده. من سيجما الـ FY الـ N1 يساوي M1G، الـ N2 يساوي M2G، الـ M1G 6 في 10 ب 60، الـ M2G M2 مجهولة في 10 ب 10 M2. من سيجما الـ FX هدرس ده زي ما اتفقنا، لأن ده فيه مجاهيل أكثر، ده مجهول واحد بس اللي هو T، أو الـ FP ناقص T ناقص ميو في N1 يساوي M1 في الـ A. الـ FP 30، الـ T مجهولة، الـ ميو 0.17 والـ N1 ب 60، M1 ب 6 والـ acceleration مداني ب 2، ما فيش إلا الـ T مجهولة، جبنا الـ T 7.8. في الـ Part B find the mass M2، يبقى ندرس الجزء ده أو ندرس السيستم كله على بعضه. أحسن السيستم كله على بعضه ليه؟ عشان مش هدخل في استخدام التي، فلو دي غلط مش هيأثر على الجزء اللي وراه. فلو درست السيستم كله بعضه على بعضه، أقول FP minus ميو N1 minus ميو N2 يساوي مجموع الماسس في الـ A. الـ FB 30، الـ ميو 0.17، الـ N1 قلنا ب 60 نيوتن، والـ N2 ب 10 M، وهنا M ب 6، M1 ب 6، والـ M2 مجهولة، والـ A ب 2. طبعا هنا في M2 وهنا في M2، ممكن تستخدمها بالآلة، تكتب 30 ماينس 0.17 في 60 ماينس 0.17 في 10 في ألفا إكس يساوي، افتح قوس 6 زائد ألفا إكس اقفل القوس تايمز 2 وشيفت صول، أسهل يطلع لك الـ M2 2.1. كان ممكن تقول أنا هحسب دي ناقص دي، ودي تبقى 1.7 M2، هنا هتبقى 12 زائد 2 M2، تلم الـ M2 مع بعض، تلم الأرقام مع بعض، هتطلع الـ M2 2.1 كيلو جرام. كان ممكن أدرس بس الجزء ده اللي هو الجزء اليسار، أقول T minus mu N2 يساوي M2 في الـ A. T معلومة خلاص 7.8 اعتمدت عليها في الحل ده، الـ mu 0.17، الـ N2 10 M2، وهنا M2 في 2، هود شوية دول هنا 1.7 مع 2 يبقى 3.7 M2، وأقسم T عليها تطلع ب 2.1 كيلو جرام. ماتيماتيكالي الحل ده سهل، بس لو كان ده غلط هيأثر عليه، فأحسن يا إما تستخدم ده اللي هو السيستم كله على بعضه في حالتنا، أو تعمل دبل تشيك بالمعادلة الثالثة. إحنا دايما نستخدم ثلاث معادلتين، والثالثة فور تشيك، استخدمنا دي ودي، الثالثة دي ممكن تكون فور تشيك ليا أور. السؤال كمان بيقول two boxes of mass M1 10 كيلوغرام M2 15 كيلوغرام connected with a massless string are placed on a frictionless tape. مفيش فريكشن. As shown in the figure، يعني في figure هنا في F ميلة تتحلل كده كوساين وكده الفوق ساين. الساين مش هيفرق معايا في حاجة لأني مش هحسب الـ N normal force لأن مفيش فريكشن. بيقول make an angle of 25 degree with the horizontal as shown in the figure. Calculate the tension in the string between the two cables. عايز التنشن ده عشان اقطع
وادرس يسار او يمين لازم يكون عندي الاكسلريشن. يبقى الاول لازم ادرس كل السيستم او سيجما الاف تساوي سيجما الام في الاي. ما عندناش غير اف كوساين 25 بس اللي ماشيه يمين او اللي بتحرك الجسم الاجسام يمين او السيستم يمين، بتساوي مجموع التو ماسس اللي هو 10 زائد 15. دي 10 زائد 15 مكتوب 10 زائد 10، لا هي 10 زائد 15. 10 زائد 15 فهقسم، انا هحسب الآلة مرة تاني، 150 كوساين 25 تقسيم 25، فتطلع 5.94 او 95. 150، لا بس ده انا حاسب كان بالراد، نخليها ديجري مرة تاني، طلعت 5.44، يعني الرقم ده صح. بس الرقم هنا اللي مكتوب غلط، هنا 10 زائد 15، يعني دي خلوها 15 والجواب صح، انا حاسب على 15. طيب طالب بعد كده التنشن، احنا كده كده كنا جايبين دي عشان التنشن، فادرس ده لوحده، اقول تي ما فيش غيرها بتساوي ام واحد في الايه، فام واحد ب10 والايه 5.44، تطلع 54.4. او كنت ممكن ادرس الجسم ده اللي هو ام 2، اقول اف كوساين 25 ناقص تي يساوي ام 2 ايه، ويطلع نفس الجواب، يعني ده طلع 54. طب هنا اقول اف كوساين 25 ناقص تي يساوي ام 2 في الايه، طب مفيش غير التي مجهول اجيبها هنا ودي اجيبه هنا، يطلع الجواب برضو التي 54.4، مفيش اي فرق بين الاتنين، استخدم واحده للتشيك على التانية، كلاهما صح. احنا استخدمنا المعادله دي عشان اجيب الاكسلريشن، استخدم يدي والتالتة للتشيك على الاتنين الباقيين عشان اتاكد ان كل شغلك صح. ما ننساش بس نغير دي 15. لو الفيديو عجبكم شجعونا بالاشتراك في القناه ولايك للفيديو، وتنشر الفيديوهات لزمايلك لعلهم يستفيدوا، يكون أجر ليك ولينا، وتدعموا القناة فتشجعنا أكثر إن احنا نبذل مجهود أكثر، والخير يعم للكل، ليكم ولينا والأجيال القادمة. قبل تخرج سووا اشتراك، سووا لايك، وادعي لنا إن ربنا ييسر لنا ونقدم لكم الحاجة اللي تفيدكم. أشكركم، وأنس حدا شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله.